بالنسبة عائلتي ما يزوروني كثير لأن عندهم حساسية، هي المشكلة الأساسية عند كثير من الناس الحساسية. اسمي آمنة عام، دكتورة آمنة عامر الأحبابي، أنا دكتورة في جامعة الإمارات. عندي حوالي 100 قطة في البيت، ولكن وعندي حساسية من القطط. بديت أنا في العناية بالحيوانات والتطوع من حوالي 2.5 عام، بدأ بقطين تبنيتهم، بعدين بعض جيران لفتوا انتباهي لقطط ذات احتياجات خاصة أو مرمية، ووصلنا من قطين إلى 100. الحمد لله أنا كنت أستأجر فيلا حاليا فيها 6 غرف نوم. عندنا غرف نختارها حق الليتر روم، غرف للأكل، غرف للعزل. في شهرين حوالي أنفق حوالي 15,000 درهم، لأن نحن حوالي نستهلك حوالي 400 كيلو من اللتر اللي هو الرمل. الأكل حوالي 30-40 كيس. ما في أي قيمة في العالم تقدر تواتي حياتها، لأنك ما تقدر ترجع الروح. الفلوس بتروح وبتجي، ولكن الروح لو راحت. أحد الأشياء اللي الناس يقولون أكيد، يعني مثلاً التعليقات أكيد بيتها ريحتها، ريحة البيت، أحس بيتها بكون قذر، أو أحس إن عندها مرض نفسي. كوني وصلت لهذا السن، يعني في بداية الأربعينات من عمري، في ستيريوتايب، في صورة نمطية موجودة. ف يعني كون الآخرين عندهم هالفكرة، أنا قناعة 100% إن اللي أقوم فيه عمل صحيح. أحس إن العناية بالحيوانات هذا هو نداء لحياتي أنا.